روايتي حفصنا عن عاصم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني
علي أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم. نعم، بغيانهم أي بمعنى تجاوزهم الحد وغلوهم في الكفر. بطانة أو بمعنى خواص يستبطنون أمركم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا، نعم تهنوا أي بمعنى ولا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تضعفوا عن قتال أعدائكم. ولا تهنوا، نعم لا تضعفوا، ولا لا تضعفوا عن قتال أعدائكم. لا تضعفوا ولا تتوانوا صيف، وعند لهم صيف نحن وضعهم متاعكم وللسيارة. أي بمعنى المسافرين. فأما تتوقفوا لجبل جعلكم دكا دكا دكا، بمعنى مدكوكا متفتتا مدكوكا متفتتا متفتتا صيف. أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. زفير رد النفس إلى الصدر. لا زفير إخراج إخراج شديد للنفس إلى الصدر. إلى أو من الصدر. نعم إلى الصدر أو إلى الصدر. إخراج شديد للنفس إلى الصدر. من الصدر. نعم من الصدر. صدر وجل أي بمعنى خائفون فزعون. قصد السبيل أي بمعنى بيان الطريق قاصد المستقيم. نعم وليتبروا ما على تتبيرا وليتبروا ما علوا تتبيرا. نعم أي بمعنى ليهلكوا ويدمروا. أي بمعنى أطلعنا الناس عليهم. نعم في قراءه تغبا حواء محمود امام دغ قرانيك ساينس كينكيناو.